تعال شوف انت اللي عم تدافع عنها. فيك تقلي ليش ما كان عندها جواب لما جوزها سأله وين كنتي؟ لا ما عندي جواب، بس عندي سؤال كان المفروض تسأله لسهرك العظيم. شو هو بالله؟ وقت اللي فات على البيت واتصل فيها من البيت وعرف انه هي كذابة، ليش ما قال لها انه هو بالبيت وعرفان انه عم تكذب عليه؟ وليش لحتى يقول لها؟ ولك لانه على فرض هي رايحة لحتى تخونه، بجوز اللحظة اللي اتصل فيها ما كان صاير شيء لسه، يعني كان عنده فرصة يمنعها. ايه بس هيك ما عاد يقدر يمسكها بالجرم المشهود. بالله! ليش شو المهم ماما؟ شو المهم وسام؟ يمنع مرته تغلط ولا يتركها تغلط لحتى يمسكها بالجرم البطيخ تبعه؟ هلا لا تعملي فيها فيلسوف ولاد، اصلا هي لو ما كانت واطيه وحقيره والغلط راكبه من راسها لاصفار رجليها ما كانت هربت وطفيت موبايلها. لك يا سيدي حتى لو صح، يلي عندها واحد مثل سامر اولته واخرته رح تهج منه وتعرف غيره. لك خلاص ولك خلاص، عشان ما اصلح تكفي شلك نيعك. تفو عليك يا واطي، عم دافع عنها.
حيوان؟ ايه تدافع عنا ويكون بعلمك اذا تكون ماما غلطانه انت وصارك اكثر اثنين تتحملوا المسؤوليه، لك مع مين عم بحكي انا؟ ما اساسا الاولاد ما كانت رضيت تتزوج اول واحد بابنا بس لحتى تخلص منك من حقارتك. ولك انا حقير يا واطي ولك انا حقير ولك اتركه لك خلصنا معه بدل ما عم تتقوى انت وياه على بعض، روحوا دوروا عليها، روحوا شوفوا مين علم عليكم انتوا الاثنين، روحوا شوفوا مين اللي وطى راسكم ووسخ سمعتكم حتى بالارض. لك لا هو من تحت الارض له العايبه، هي ما لازم تضل على شو ولدي اياه. شو بدي اعمل اكثر من اللي عملته؟ انا ما خليت حدا بتعرفه الا وسالت عنها، ما خليت مستشفى ولا اوتيل ولا مغفر الا وسالت عنها. كان بدك تشوف عيون الناس وجهي عم تطلع فيني وانا عم بسال عنها لهالواطي. تمنيت الارض تنشق وتبلعني. فكرك الناس ما بتعرف امي؟ الله اعلم شو كانوا يقولوا وادير ظهري وامشي. لك يا امي يا حبيبي صهرك ما بينشد الظهر فيه، هو شو بهمه؟ بكره بينزل على المحكمه بكلمتين بيطلقها، بشيل العيب عن كتافه بحطه على كتافك وكتاف اخوك، ما راح تروح ضيع عليكم انتو. انا بكره بموت، الناس هي اللي بدها تلحقكم انتو وتقول هدول اخواتها للعايبه، وين ما رحتوا وين ما جيتوا راح يلحقكم العيب من قرن لقرن. لك امي كل شيء بموت الا العيب ما بموت، انا وكيلك ما بموت. روحي يا ربيع بنت بطني، روحي الله لا يوفقك لا دنيا ولا اخره، ان شاء الله بيفرجيني فيكي يوم الهي يا رب. لك يا ريتني دفنتك بايدي هدول قبل ما عملتي هالعمله يا واطي. صباح الخير معلم صلاح. صباح الخير يعطيك العافية حسين. شكرا. زاد لك معي شيء مهم؟ حسين يعطيك العافية الله معك. لحظة لحظة. دائرة الباب. الله يصلحك انت قولي لنا كنا اعطيناك المفتاح تقفلي. على اساس انت كان لك حيل ترفع ايدك؟ نمت مثل القتيل. قصدك مثل اللي اكل قتلي؟ ولا ليش قتلي؟ اكلنا قتلتين امبارح بسببي. والله ما حدا ضربك على ايدك. لا عن جد ما حدا ضربني على ايدي. ضربوني على وشي على بطني على ظهري بس على ايدي ما حدا ضربني. اللي بده يعمل قبضاي بده يتحمل. انا بتحمل ما بتفرق معي بس انتي طلعتي وحدة ما بتستاهلي. شو قصدك ما بستاهل؟ والله ما بعرف شو بدي اقلك، يعني بعد كل شي صار امبارح تركيني ملحوش برا على الكنباية وبتفوتي على غرفتي لا وبتسدي الباب بالكرسي، يعني ما بعرف فعلا ما بتستاهل. وشو بتريد حضرتك؟ احملك حطك على التخت ولا اترك الباب مفتوح مشان في لايك فوقي؟ ليكي انا طلبت فطاير مشان انه ناكل سوا وعلى اساس يصير في بيناتنا خبز وملح، بس بالظاهر انت فعلا ما بتستاهلي. بحب ذكرك انك انت اللي اصريت اني ابقى هون، وانا لو مو شايفتك متأذي وخايفه يلزمك شي ما تلاقي حدا يلبيك ما كنت بقيت للصبح. عن اذنك. لحظة وين رايحة؟ نعم بدي اطلع. ما في تطلعي. ليش بقى؟ مو معقول يعني تطلعي هلا قدام الجيران وتفضحينا، عدي كم ساعة تانية بس لحتى تعتم الدنيا. تعتم الدنيا؟ لسه الساعة 8 وربع الصبح. دخيلك يعني تحملين هالكم ساعة، بكفي اللي صار من تحت راسك امبارح. ايه
بتحمل. شو؟ لا لا تأخذينا ها؟ هدي وائل هدي، مشان الله هدي حالك. لك شلون بدي هدي؟ عم قلك الدنيا قايمة قاعدة عنا، هذا اللي بده يقتل وهذا اللي ما بيرضى بيقل من الفرم. لعمة لهالدرجة؟ أمير، أنت شو رأيك؟ أنت مصدق؟ لك لا يا وائل، شو عم تحكي؟ أنت بتعرف إنه أختك هي أختي. بس بس شو؟ لك أنت تدافع عن حالها بشي حرف، لك تحكي لها شي كلمة يا زلمة. لك هذا زوجي أنا من يوم يومي ما بطيقه. إيه لا تحكي لي عنه، بعرفه سئيل كتير، لك كان مدوق المر. ليك ليك بعدين برجع بحاكيك، يلا باي باي. ماشي وائل، مع السلامة. صباح الخير بابا. أهلين صباح النور. شو ماما وميادة وينهم؟ نزلوا لتحت عند خالي نبيلة. ماشي.